فنرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة على الهواء. النهاردة موضوع حلقتنا أو موضوع درسنا تحديدا هيكون أو هيقدم للصف السادس الابتدائي في مادة العلوم. النهاردة هنتكلم عن درس، أول درس في الوحدة الثانية، هنتكلم عن الحرارة، هنتكلم إيه الفرق ما بين الحرارة ودرجة الحرارة، هنتكلم على أشياء عديدة جدا خاصة بالدرس الأول في الوحدة الثانية. هيقدمها لينا أستاذ عادل الحفناوي خبير مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك يا مستر معانا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يمكن انتقلنا، خلصنا الوحدة الأولى، انتقلنا للوحدة الثانية وأول درس فيها عن الحرارة. نذكرهم بالوحدة الأولى سريعا. الوحدة الأولى عندنا هي عبارة عن موضوع واحد أو كان درس واحد بعنوان الكتلة والوزن، وعرفنا إن في فرق ما بين صحيح. الكتلة وفرق ما بين الوزن، وقلنا إن في خلط شائع ما بين لفظ استخدام الوزن مكان الكتلة. قلنا إن الكتلة عندنا وزي ما درسناها في الصف الرابع، قلنا هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، يبقى تعريف الكتلة مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. تقاس الكتلة بواسطة الميزان، وعندي أربع أنواع من الموازين: ميزان ذو كفتين، وقلنا كتلة حرف الكاف معاها الكاف، ميزان ذو كفتين معتاد، ميزان ذو كفتين حساس، ميزان ذو كفة واحدة بمؤشر، ميزان ذو كفة واحدة رقمي. فهنا بلاقي كلمة كاف مع الكتلة. فدول الأربع موازين، أي ميزان منهم بستخدمهم على حسب المادة اللي أنا هعين كتلتها. تمام. وحدة القياس بتاعة الكتلة كان عندنا حاجة اسمها جرام وحاجة اسمها كيلو جرام. الجرام بيعادل كتلة مشبك الورق المعدني، والكيلو جرام بيعادل كتلة لتر من الماء المقطر. دي اسمها وحدة القياس. اتفقنا. الوزن عندنا عبارة عن إيه؟ قوة جذب الأرض للجسم، وله اتجاه تأثير بيؤثر في اتجاه مركز الأرض. ده أول حاجة التعريف. رقم اتنين، بيقاس الوزن حرف الزاي اهوت، الوزن بالميزان الزنبرجي. يبقى هنا وزن زين ونون او حرف الزاي والنون، الميزان الزنبرجي فيها حرف الايه؟ الزاي والنون. يبقى هنا الاثنين دول عشان اربط المعلومه ببعضها. وحده قياسه اسمها النيوتن، وقلنا النيوتن هو عباره عن وزن جسم كتلته 100 جرام. رجعنا قلنا ان الكتله عامله زي اسم الانسان، الكتله ثابته لا تتغير، زي اسمي مطرح ما اروح في اي مكان في العالم او في اي دوله اسم ثابت ما بيتغيرش. ايه اللي بيتغير عندي؟ لغه الحوار او لغه التعامل. فالكتله زي الاسم، الوزن هو اللي عامل زي لغه التخاطب بتاعتي. طلعت مثلا فرنسا يبقى هتكلم باللغه الفرنسيه، رحت اليابان هتكلم لغه يابانيه، رحت البرازيل هتكلم لغه برازيليه او لغه، يعني هنا بتختلف او الوزن بيتوقف على ثلاث عوامل. العامل الاولاني كان كتله الجسم، كل ما الكتله بتزيد الوزن بيزيد، ودي علاقه طرديه. كتلة الكوكب اللي كان موجود عليه الجسم، وقلنا برضو علاقة طردية، كل ما الكتلة بتزيد الجاذبية بتزيد فالوزن بيزيد. العامل الثالث كان بعد الجسم عن مركز الكوكب، وهنا علاقة عكسية، كل ما البعد يزيد بتقل الجاذبية ويقل الوزن، والعكس صحيح، كل ما البعد يقل بتزيد الجاذبية ويزداد الوزن. تمام. ده كان موضوع اللي هي الوحدة الأولى والدروس الخاصة بالوحدة الأولى. هننتقل بقى للوحدة الثانية وأول درس فيها عن الحرارة. مضمونها هو إيه دروسها عموما يعني؟ طبعا هم درسين اتنين، الدرس الأولاني بعنوان الحرارة واستخداماتها، والدرس الثاني كان عندنا أو هيبقى عندنا بحاجة اسمها قياس الحرارة. اتفقنا. نبتدي؟ نبتدي. طبعا هنفكر أبنائنا برضو بمادة العلوم اللي درسوها في الصف الرابع والصف الخامس. فبدايتنا لو بصينا لوحدة كده بعنوان الطاقة الحرارية، نجزأ العنوان نصين. الطاقة، ايه هي الطاقة عندنا؟ طبعا ابنائنا درسوا في مادة العلوم في الصف الرابع ان الطاقة او تعريف الطاقة، بنقول كده الطاقة ايه هو تعريفها؟ القدرة على بذل شغل او احداث تغيير. ده تعريف الايه؟ الطاقة. يبقى الطاقة هي القدرة على بذل شغل او احداث تغيير. ايه معنى الكلام ده؟ يعني انا لو جيت مثلا شلت الكرسي نقلته من مكان لاخر، هنا انا عملت ايه؟ بذلت شغل. عشان ابذل الشغل ده لازم يكون عندي ايه؟ عندي طاقة. صحيح. اللعبة بتاعتي او بتاعت اخويا الصغير عشان تتحرك وتشتغل لازم يكون فيها ايه؟ لازم يكون فيها طاقة. طب بالنسبة للانسان عشان يتحرك محتاج لايه؟ طاقة. لطاقة. والطاقة بيجيبها منين؟ من الاكل اللي بياكل، من الغذاء. يبقى ابنائنا بقى اللي بيروح المدرسه الصبح مش فاطر ومش واخد معاه سندوتش، يبقى عنده طاقه، ما عندوش طاقه ولا هيقدر يستوعب المعلومه اللي موجوده، وبالتالي ممكن يشعر بصداع وبيشعر بضعف. فهنا طبعا في ثلاث وجبات لازم ناكد عليهم. ليه؟ لان الغذاء ده مصدر لمين؟ للطاقه. ده بالنسبه لمفهوم الطاقه. الجزء الثاني اللي هي ايه؟ الحراريه. احنا خدنا قبل كده برضو، والكلام ده خدناه في سنة رابعة وخدنا جزء منه في سنة خامسة، حاجة اسمها صور الطاقة.
الطاقه لها صور كثيره متعدده، منها كنا بنقول طاقه ضوئيه، يبقى طاقه خاصه بالضوء، ده رقم واحد. رقم اتنين اختها طاقه صوتيه، يعني هنلاحظ ان الكتابه قريبه من بعضها. رقم ثلاثه طاقه كهربائيه. رقم اربعه طاقه مغناطيسيه. رقم خمسة طاقة كيميائية. رقم ستة طاقة صوتية. رقم سبعة طاقة حرارية، وده هيبقى موضوع درسنا النهاردة. في طبعا طاقات تانية موجودة، في عندي طاقة ميكانيكية وفي عندي حاجة اسمها طاقة نووية، لكن موضوعنا الطاقة الحرارية. طبعا هم أبنائنا درسوا الطاقة الضوئية ودرسوا الطاقة المغناطيسية في الصف الخامس، خدوا الصورتين الاثنين دول بمزيد من الدراسة والتوسع. طبعا في الصف السادس هناخد الطاقة الحرارية وهناخد كمان معاها الطاقة الكهربائية، بس دي في الترم التاني. يبقى موضوعنا النهاردة بيتناول الطاقة الحرارية. ده بالنسبة لي موضوع حلقتنا النهاردة. يبقى احنا كده استرجعنا بعض المعلومات اللي موجودة او درسناها في سنة رابعة، وزي ما قلنا العلم لا يتجزأ او لا ينفصل عن بعضه. هي عبارة عن مبنى، وانا كل معلومة او كل سنة بترفعني او بتعلي البناء بتاعي، ده عباره عن ايه؟ عن دور زياده. تمام. فطبعا ما ينفعش ان انا حاجه اجي اعلق دور في الهواء، لازم كل حاجه ليها اساس. فلو بصينا عندنا يبقى وحدتنا عندنا، واول درس عندنا توصيل الحراره. الحراره عندنا قلنا زي ما قلنا كده هي صوره من صور الطاقه. طيب هل يمكن الاستغناء عن هذه الطاقه؟ لو بصينا كده في حياتنا اليوميه اقدر استغنى عن الحراره؟ احنا طبعا عندنا الفصول الاربعه، عندنا في عندنا صيف خريف شتاء ربيع. درجة الحرارة بتختلف من فصل إلى آخر إلى آخر حسب تعامد الشمس والكلام ده كله. كلنا في فصل الصيف بنشعر بإيه؟ بالحرارة الشديدة. طبعا بيبقى عايزين بقى نتغلب على درجة الحطب في الشتاء، بالبرودة، بنشعر بالبرودة. فبنعمل إيه برضو؟ لازم نتغلب على درجة البرودة اللي موجودة عشان ندفي أجسامنا. طب الحرارة دي بنستخدمها، هل لها استخدامات في حياتنا؟ لها استخدامات عديدة ومتنوعة. لو بصينا عندنا هناخد استخدامين اتنين عندنا. أول استخدام في المنزل، إيه الحاجات اللي بنستخدمها حضرتك بقى؟ طبعا يعني ست بيت موجودة فهنستفيد بخبرة حضرتك. إيه الحاجات اللي في المنزل؟ طبعا أبنائنا المفروض دلوقتي ورقة وقلم كده ويكتب الحرارة بستخدمها في إيه. إيه الحرارة بنستخدمها في إيه في المنزل عندنا؟ في البوتاجاز. يبقى أول حاجة عندنا البوتاجاز بعمل بيه إيه؟ الغذاء، طهي الطعام. يبقى تمام. أول حاجة في المنزل عندنا طهي الطعام. ده رقم واحد. رقم اتنين اهو في واحد تاني بيقول بعمل بيها شاي. بيسخن الميه، وعشان الميه تسخن محتاج الى طاقه. الكاتل يعني الكاتل. أوكي. هنا بتعمل ايه الكاتل؟ بيدينا حراره المية. عشان يسخن الميه. طب والميه انا بعمل بيها ايه؟ شاي. بعمل بيها المشروبات بقى، اذا كان شاي او كلام ده، يبقى ده رقم اتنين. او هسخن الميه عشان عمليات الاستحمام. طب ما في حراره خارجه مثلا من المكوى. جميل. يبقى بستخدمها في ايه هنا؟ في المكوى، في كي الملابس. في كي يبقى هنا بكوي الملابس بيها، يبقى دي برضه استخدام للحراره. ايه كمان عندنا؟ لا مش عارفه بقى اللي في البيت. لا لما بنسقع كده ونتلج ونعمل ايه؟ نشغل الدفايه. الدفايه يبقى ده مصدر لايه؟ للحراره برضو. ها ايه تاني عندنا؟ السشوار اللي بنستخدمه مثلا، يعني والمكوى بتاعت الشعر، او كل ده في حراره فعلا بتخرج منه. في استخدامات في المنزل، الاستخدامات للشعر. طيب بعد ما بنغسل الهدوم كده، طبعا الغساله الاوتوماتيك دلوقتي قاعده بتغسل وتعصر والكلام ده، بس برضو لازم ناخد الملابس نعمل فيها ايه؟ تنشيف. تجفيف الملابس. يبقى هنا بتجفف الملابس بتاعتي. وطبعا عندنا كمان الفرش بتاعنا المفروض ان كل فتره لازم يتعرض للشمس. ليه؟ منعا انه يحصل له اي عفونه او اي. جميل. يبقى هنا الشمس بتعمل ايه؟ بتقتل الميكروبات. يبقى الحراره هنا ممكن تقتل الميكروبات اللي موجوده فين؟ في الفرش والكلام ده كله. عشان كده دايما كل فتره لازم نفتح الاغطيه كلها تتعرض للشمس، المراتب كل فتره لازم تتعرض للشمس، بتعمل عمليه قتل ليه؟ الجراثيم. تمام. استاذ عادل، بس حضرتك تقصد اي نوع من الحراره؟ يعني حضرتك يمكن اتكلمت على اكثر من نوع. في نوع يعني جاي من الشمس زي ما حضرتك قلت، يمكن محتاجين ان احنا نعمل تهويه للشقق، وفي نوع زي ما احنا قلنا موجود في البيت، يعني ممكن من الغاز زي البوتاجاز زي الكاتل. فعايزين نعرف اي حضرتك تقصد نوع من الحراره. دي حاجه اسمها مصادر الحراره. مصادر الحراره. الحراره دي جايه منين عندنا؟ فمصادر الحرارة عندنا ممكن تكون جاية من الشمس. صحيح. ده المصدر الأساسي اللي بنقول عليها مصدر أساسي للضوء والحرارة. في عندنا جاية من الطاقة الكهربية، عبارة عن عملية تحويل، حولنا الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية. أي جهاز يشتغل بكهرباء ويطلع عليه حرارة يبقى هنا تحويل للطاقة الحرارية. زي ما حضرتك قلت المكوة، مكوة الشعر، السشوار،
السخان الكهربي، الغلايه، دي كلها ادمه فعل كهربيه، دي كلها اجهزه بتحول الطاقه الكهربائيه الى الى طاقه حراريه. حراريه. اي جهاز كهربي حتى لما بيشتغل فتره طويله بيحصل له ايه؟ بترتفع درجه حراره. الفرن الكهربي ما ننساهوش برضو، الشوايه بتاعت الكهرباء، دي كلها اجهزه. يبقى هنا تحويل للطاقه الكهربائيه الى طاقه حراريه. حراريه. في عندنا طاقه جايه برضو من احتراق الوقود، سواء كان فحم او خشب او بنزين او سولار، والطاقه الحراريه دي بتساعد على حركه السياره. تمام. فهنا ده دي كلها حاجه اسمها مصادر الحراره. في احتكاك، ده يقول لما يحتك في فصل الشتاء حتى كده عفويا كلنا بص تلاقي لا اراديا مجرد ما بيسع بيعمل ايه؟ يبقى هنا عمليه الاحتكاك بيخرج منها حراره. عمليه الاحتكاك دي بتعمل ايه؟ بتولد حراره. فده مصدر من مصادر الحراره. في عندنا طبعا زي ما قلنا الشمس والطاقه الكهربائيه والاحتكاك، دي كلها تعتبر مصادر للحراره. تمام. فهنا طبعا هنتكلم عن الحراره بصفه عامه، سواء جايه من اي مصدر من هذه الايه؟ المصادر. فده استخدامها فين؟ في المنزل. يبقى نرجع كده ونشوف مع بعض بقى. عندنا اول استخدام عندنا زي ما احنا شايفين كده اداه طهي الطعام، طبعا زي ما احنا شايفين بيشوي لحمه، يبقى اول حاجه طهي الطعام، سواء كان طهي هنا او طهي في القدور والحلل الموجوده عندنا، بنشوي سمك. رقم 2 تسخين المياه، رقم 3 هنا ادي المكوى اللي موجوده عندنا، يبقى بستخدمها في كي الملابس وتكثيفها. في عندنا تجفيف الملابس وكيها، وممكن كمان تنظيف الملابس بالبخار. وتعقيم الاسطح برضو، البخار اللي طالع ده ما هو برضو نتيجه للطاقه الحراريه. صحيح. فبيستخدم في عمليات التنظيف، ازاله الدهون، في تعقيم، عمليات التعقيم، ده برضو من ضمن الاستخدامات الموجوده. ايضا بستخدمها في التدفئه، طبعا لو عندنا مدفاه كهربيه بنشتغل بيها. وطبعا يعني حتى لو كده احنا بننبه ابنائنا برضو لو في دفايه شغاله ما تخرجش في الهواء. خدت دش ميه سخنه بلاش تتعرض للهواء مباشره، المفروض قبل ما بخرج بشرب كوبايه ميه عاديه او ميه بارده، بحيث ان انا استعد للخروج في الجو اللي موجود بره. طب بالنسبه للصناعه عندنا بقى، الحراره بستخدمها في الصناعه، هل في صناعات بتعتمد على الحراره موجوده عندنا؟ بالتاكيد نعم. طيب عندنا حاجات كتيره منها برضو الصناعات الغذائيه اللي موجوده، يعني معظم الحاجات اللي موجوده في الاغذيه اللي موجوده والحاجات الموجوده في اكياس او المعلبه كلها بتكون تحتاج الى صحيح الحراره. في صناعات كمان بتعتمد على الحراره زي صناعه الحديد والصلب. دي بتعتمد على الحراره، الحديد بيجي بيعملوه بيصوروه في افران خاصه بدرجات حراره عاليه جدا. تمام. عشان يسهل تشكيل الذهب والفضه، كلها بتتشكل ازاي او المعادن بصفه عامه؟ بيتم عمليه صهر. في حاجه اسمها سبائك، يعني بيجيبوا مجموعه معادن بيصهروها كل معدن لوحده بيتصهر، وبعد كده بيخلطوها مع بعض بنسب معينه تديني حاجه اسمها سبيكه. زي عندنا في مصر كده الذهب بيوضع عليه نسبه من النحاس، ليه؟ عشان الذهب الخام لين، فلو حضرتك لبستي السويره مثلا او حاجه او وجيتي تخلعيها ايه اللي هيحصل لها؟ او الدبله هيحصل لها ايه؟ لانها لينه، فبص هتلاقي تتطبق وقت، فالنحاس بيديها صلابه. تمام. شويه يقوم يحافظ على الشكل بتاعها. يعني اللي بيخلي الذهب هو في شكل ان هو يكون متماسك هو وجود النحاس مع الذهب؟ انما طبعا لو ذهب خام بيبقى لين، يعني لو حد ضغط عليه او بص تلاقي الايه؟ الشكل بقى اتعوجت، الدبله باظت، مش عارف ايه، فتلاقي الشكل بتاعها ما بقاش شكل كويس، فطبعا بيديها صلابه شويه النحاس اللي بيضاف عليها، وطبعا بيبقى بنسب معينه. فبالنسبه في الصناعه عندنا في استخدام صناعه وتحضير الاغذيه، ده برضو يعتبر من الصناعات، زي عندنا مثلا الطحينه، السمسم، الحلاوه الطحينيه بيعملوها منين؟ ما هو برضو من السمسم، وطبعا بيبقى في غلايات كبيره جدا وبتقدر جدا. بسطره اللبن، اللبن الموجود عندنا المعلب ده لازم يعملوه عمليه بسطره. فكلمة بسطرة ان هو بيغلي اللبن لدرجة حرارة معينة عشان يقتل، وبعد كده بيعمل له عملية تبريد فجائي عشان يقتل الميكروبات الموجودة فيه. صناعة الزجاج والورق والمنسوجات، الزجاج بيصنع منين؟ من الرمل. فطبعا الرمل ده بيتاخد ويصهر في افران عشان يديني شكل الزجاج. صناعة الورق، الورق عبارة عن ايه؟ بيبقى من لب الاشجار ولازم يتعرض لدرجة حرارة معينة عشان يجف. المنسوجات والاصباغ والمواد دي كلها بتحتاج الى حرارة. عندنا كمان تكرير البترول، عشان اكرر البترول وافصل المكونات بتاعته ايضا محتاج الى حراره، فطبعا لها استخدامات عديده في حياتنا. تمام. كده احنا شفنا تشكيل المعادن زي ما اتكلمنا فيه برضو، دي كلها استخدامات اداه زي ما احنا شايفين عندنا كده، اداه يعتبر قطعه من الحديد، طبعا عشان تشكل بيدخلوها النار الى درجه الاحمرار ويبدا بعد كده يطرق عليها وعايز يتنيها، عايز يعمل اي شكل فيها، ففي الحاله دي بيكون اسهل في عمليه الصناعه. بعد ما شفنا استخدامات الحرارة في المنزل وفي الصناعة، طبعا هي ممكن تستخدم لها استخدامات عديدة جدا يعني في حياتنا اليومية، هل يمكن الاستغناء عن الحرارة؟ بالتأكيد لا يعني. بالتأكيد. وإلا؟ في كل حياتنا. فطبعا يعني بداية الإنسان أو الإنسان البدائي، بداية معرفته بالحرارة طبعا كانت نتيجة إن حصل صاعقة فاحترقت بعض الأشجار، هنا عرف النار
فبدأ يحافظ عليها. استخدمها الإنسان البدائي كوسيلة للإضاءة، للتدفئة وللتدفئة. للإضاءة وللتدفئة وإخافة الأعداء. طبعا الذئاب والحاجات دي كلها الحيوانات كانت بتخشى من النار. بعد كده استخدمها بعد كده في طهي الايه الطعام. فده بالنسبة لي بداية معرفة الإنسان بالحرارة. هل هناك فرق بين مصطلحي الحرارة ودرجة الحرارة، ولا الاتنين حاجة واحدة؟ في حرارة وفي درجة حرارة. أعتقد في اختلاف، لأن دي درجة بتخص الحرارة ودي الحرارة من مصدرها. طب كمصطلح بقى هنا احنا مطالبين نعرف الفرق بين المصطلحين الاتنين، في حاجة اسمها حرارة وفي حاجة اسمها درجة تمام. الحرارة. ايه الفرق بينهم؟ تعالوا نشوف مع بعض ايه المقصود بكلمة الحرارة. ايه هي الحرارة عندنا؟ بنقول الحرارة هي صورة من صور الطاقة بتنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. يعني ايه معنى الكلام ده؟ احنا قلنا عندنا ان الحرارة زي ما قلنا صورة من صور الطاقة. الطاقة دي بتنتقل منين؟ عندي جسمين اتنين زي ما قلنا كده، لو بصينا عندنا للقلمين الاتنين الموجودين الاتنين دول الأحمر والأسود. يعني هو طبعا كان يفضل ناخد الأزرق أحسن من الأسود أهو بهذا الشكل، ودول اللونين الاتنين اللي احنا بنلاقيهم على الخلاطات اللي موجودة في المنزل. يعني دايما كده بلاقي الخلاط فيه أكرة موجود عليها اللي على اليمين بتبقى زرقاء واللي على الشمال واخدة لون أحمر. تمام. طب ايه اللونين دول ليه؟ هل دول يعني كده محطوطين كده، ولا ليهم استخدام، ولا ليهم مدلول، ولا ليهم حاجه؟ اللون الازرق ده بيقول ان دي ميه بارده، واللون الاحمر دي ميه سخنه. يبقى انا مجرد ما ابص على الخلاط الاقي اللون احمر. حتى في المبردات اللي موجوده عندنا لما بنلاقي حتى في الحنفيتين اتنين، واحده زرقاء والتانيه حمراء، دي ميه بارده هتنزل ميه مثلجه، ودي ميه دافيه او ميه سخنه. طبعا ما ينفعش ان احنا نعمل بيها شاي او الكلام ده، لانها ما بتبقاش واصله لدرجه الغليان، بس هي ميه دافيه. فهنا اللون الاحمر معروف ان دي ميه سخنه. طب هنا دلوقتي بيقول لي ان الحراره طاقه، هذه الطاقه تنتقل. عشان تنتقل ازاي او كيف يتم انتقالها؟ طبعا هو في ثلاث طرق لانتقال الحراره، لكن احنا هنا ما بنتكلمش عن طرق انتقال الحراره، لكن بنتقل او بشوف الحراره ازاي بتنتقل. عندي جسمين اتنين بالظبط، الجسمين الاتنين بقى ركز معاهم الاتنين. لو عندي الاتنين متساويين في درجه الحراره، او زي بالظبط كده ما نيجي نقرب، لو قلنا عندنا شخصين اتنين قابلوا بعض، ده معاه 50 جنيه وده معاه 50 جنيه، هل هنا حد في اختلاف ما بينهم؟ لا. لا. هل ممكن حد يدي للتاني فلوس على اساس ان ده غلبان او الكلام ده؟ لا. فهنا لو الجسمين الاتنين متساويين في درجه الحراره لا يحدث انتقال في درجه الحراره. ده اول حاجه عندنا. رقم اتنين، عندي شخص غني وشخص فقير قابلوا بعض، مين اللي هيدي للتاني؟ الغني هيدي للفقير. طب ينفع الفقير هو اللي يدي للغني فلوس؟ بالتأكيد لا. لا. فهنا نفس الشيء بالنسبة للحرارة، لو عندي جسمين اتنين الحرارة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة حرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة، وهذا الانتقال يعني بيتوقف عند نقطة معينة، مش بيستمر إلى ما لا نهاية، بيتوقف عندما يتساوى الجسمين في درجة الحرارة. يعني لو عندي جسم 60، يعني لو قلنا القلم الاحمر ده درجه حرارته 60 وده درجه حرارته 40، الاثنين لمسوا بعض الحراره تنتقل منين لفين؟ من ال 60 الى ال 40. طب الاثنين الحراره ده انتقال الحراره الى ما يبقى ده 50 وده 50، الاثنين تساووا في درجه الحراره يتوقف انتقال الحراره. يبقى دايما قاعده نعرفها ان الحراره دائما تنتقل من الجسم الاعلى في درجه الحراره الى الجسم الاقل في درجه الحراره. طب تعالي نطبقها على حياتنا العمليه بقى، ما احنا قلنا العلوم مش حاجات بندرسها، ده حاجات في حياتنا. انا لما امسك كوبايه الشاي، الشاي ده عباره عن ايه؟ ميه دافيه، ميه مغليه. مغليه تمام. الماء المغلي او الماء اللي بيغلي ده درجه حرارته كام؟ 100 درجه مئويه. يبقى الماء بيغلي عند درجه حراره 100 درجه مئويه. وطبعا اقول ماء يغلي وليس ماء مغلي. يغلي. يغلي. ليه؟ لان ماء مغلي هو خلاص غلي، ممكن يكون برد، هو اتغلى لكن برد. فهنا في فرق في اللفظ، ماء مغلي او ماء يغلي. تمام. فالمغلي ده ممكن وصل لدرجه غليان وبعد كده خلاص سبته ساعه ساعتين فبرد. فهنا درجه غليان الماء 100 درجه مئويه. نعرفها كده. يبقى اول حاجه عندنا عشان نعرف الثلاث درجات دول، درجه غليان الماء 100 درجة مئوية، درجة حرارة الإنسان 37 درجة مئوية، ودرجة تجمد الماء 0 درجة مئوية. يبقى أنا عندي ثلاث درجات عندي هنا،
الماء اللي بيغلي درجة حرارته 100، درجة حرارة جسم الإنسان 37، درجة تجمد الماء 0 درجة مئوية. إيه أنا خدت الدرجات الثلاثة دول ليه؟ يعني نكتبهم كده بالنسبة للورقة بهذا الشكل ونشوف عندنا لو إحنا جينا نعمل الكلام. يبقى أنا عندي هنا في 0 في 37 في 100 درجة مئوية. إحنا اتفقنا مع بعض وقلنا إن الحرارة تنتقل من الجسم الأعلى درجة حرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. طب أنا لما أمسك كوباية الشاي، طبعا درجة حرارة كانت 100، كل شوية درجة حرارة إيه؟ بتنخفض. لما أمسك كوباية الشاي بإيدي هحس بإيه؟ وهي بتبرد شوية بشوية؟ أه بحس بإيه في إيدي؟ بحس بالسخونة، أحس إن الكوباية سخنة. طب ليه هنا حسيت بالسخونة؟ ما هي المية مغلية؟ أه فالحرارة انتقلت منين؟ من الجسم الأعلى في درجة حرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة، فالحرارة انتقلت من 100 إلى 37. فهنا أنا حسيت بالإيه؟ حسيت بالسخونة. يعني الحرارة بتنتقل من جسم لجسم؟ أه بس درجة الحرارة. شرط انتقال درجة، في شرط عندي، إيه هو الشرط؟ وجود اختلاف في درجة الحرارة، لازم يكون في فرق في درجة الحرارة، ليه؟ عشان يكون عندي جسم أعلى وجسم أقل، إحنا قلنا لو الاتنين متساويين في درجة الحرارة مفيش فرق بينهم، هل هتنتقل الحرارة؟ لا تنتقل الحرارة. طب لو جبت قطعة تلج وحطيتها في إيدي هحس بإيه؟ برودة. أحس بالبرودة. طب ليه؟ تعالي ما نشوف بقى هنا ليه أنا جسمي حاسس بالبرودة. التلج درجة حرارته كام؟ صفر. صفر. وإيدي درجة حرارتها كام؟ 37. طب الحرارة تنتقل من اللي فين؟ من الأعلى إلى الأقل، يبقى الحرارة اتنقلت من اليد إلى الثلج، أقوم أشعر بإيه هنا؟ أنا هنا جسمي فقد ولا اكتسب حرارة؟ فقد. فقد حرارة، أقوم أشعر بالإيه؟ أشعر بالبرودة. يبقى هنا أعرف حاجة من اتنين، إن الحرارة لما تنتقل إلى جسمي يبقى أحس بالسخونة، تنتقل من جسمي أشعر بالبرودة. بالبرودة، دي كده تطبيقات على انتقال الحرارة. يبقى عرفنا الحرارة قلنا صورة من صور الطاقة تنتقل دائما من الجسم الأعلى في درجة حرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. وفسرنا المشاهدات اليومية اللي كلنا بنتعرض ليها. فصل الصيف ليه بشعر بالحرارة؟ ليه بنشعر بالحراره؟ تكون في درجه حراره مرتفعه. انا جسمي ملامس للهواء، فالهواء درجه حرارته اعلى من درجه حراره جسمي فاشعر بالحراره. طب في فصل الشتاء ليه بشعر بالبروده؟ هو نفس النظام، درجه حراره جسمي اعلى من درجه حراره الهواء، فالحراره بتتسرب من جسمي الى الهواء فاقوم بشعر بالبروده. نيجي بقى لدرجه الحراره، ايه هي درجه الحراره؟ درجه الحراره بنقول عليها مؤشر بيساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة أي جسم، يبقى هنا دي درجة حرارة عبارة عن مؤشر. بيعبر عن إيه أو بيساعدني في التعبير عن إيه؟ عن مدى سخونة أو برودة أي جسم، يبقى أنا معروف إن أنا درجة حرارتي 37. لو مسكت جسم قلت الجسم ده سخن، معنى كده إن درجة حرارته إيه؟ أعلى من جسم، طب لو مسكت الجسم ده ولقيته بارد، يبقى هنا ده معنى كده إن درجة حرارته أقل من الجسم، زي بالظبط عندنا درجة الامتحان. درجة الامتحان هي عبارة عن ايه؟ مؤشر عن التلميذ. الطالب مثلا لما يجيب 10 من 10 ده معناها ايه؟ معناها ان الطالب ده ممتاز او متفوق. تمام. طب لما يجيب 0 من 10 يبقى انا عندي مشكلة هنا بقى، الطالب ده ضعيف او طبعا ابنائنا كلهم بسم الله ما شاء الله يعني مفيش حد ضعيف كده ان شاء الله باذن الله يعني. فهنا درجة الحرارة بقول عليها مؤشر بيساعدنا في التعبير عن مدى سخونة او برودة اي جسم. هنا اقدر احكم عليه من خلال درجة الحرارة. يعني مثلا عندنا بنقول مثلا نيجي نقول لا ده انت مريض، بناء على ايه قلنا ان الشخص ده مريض؟ درجة حرارته اعلى من 37. فهنا نقول له انت سخن. لازم نشوف الحاجة دي ايه. هو الانسان السليم درجة حرارته 37 درجة مئوية، زادت او قلت الانسان في الحالة دي يعتبر مريض. كده عرفنا الفرق ما بين الحرارة ودرجة الحرارة. عشان اقيس درجة الحرارة بستخدم لقياسها اجهزة خاصة اسمها الترمومترات، وده هيبقى موضوع الحلقة التانية ان شاء الله باذن الله. اجهزة قياس درجات الحرارة. الجهاز اللي هقيس بيه درجة الحرارة، انا عندي جهاز كنت بقيس بيه الكتلة والوزن. الكتلة كنت بقيسها الاتنين بقيسهم بميزان، بس اسم الاوزان مختلف ما بين الكتلة وما بين الوزن. هنا برضو احيانا بيطلق على الترمومترات ميزان حراري. اتفقنا. بس طبعا له اسم تاني معروف باسم الترمومتر. في نشاط عندنا اكتشف المواد جيدة التوصيل للحرارة والمواد رديئة التوصيل للحرارة. هل جميع المواد اللي عندنا في المنزل بتوصل الحرارة او لا توصل الحرارة؟
أم هناك مواد توصل وهناك مواد لا توصل؟ أكيد في مواد، مادة موصلة للحرارة ومادة غير موصلة للحرارة. فهنا في نشاط بسيط كده يعني ممكن نقوم بيه حتى في المنزل. الأدوات عندنا عشان أقوم بالنشاط، طبعا في أدوات، محتاج لكأس زجاجي رقم 2، ملعقة معدنية. دي تجربة المفروض هيقوموا بيها؟ تجربة هيقوموا بيها ويشوفوا الوضع ايه عندنا. فكأس زجاجي الأدوات، ملعقة معدنية، مسطرة بلاستيكية، قلم رصاص خشب، مسهور الشمع، يبقى أنا محتاج شمعة، محتاج إلى ماء ساخن، محتاج إلى صلصال، ومحتاج إلى ثلاثة أزرار. لا أي قميص قديم عندي هجيب ال3 زراير منه من أقصهم، هنا هستخدم مقص، وهنا يعني طبعا هنا هستخدم مية سخنة. فطبعا يعني أبنائنا كبار شوية، لكن بنفضل إن معظم التجارب يكون معانا حد كبير شوية. ما طبعا يعني احنا واثقين فيهم، بس لكن يعني عشان الخطوره فبنحاول ايه يكون معانا حد كبير شويه. ادي عندنا الادوات اللي احنا اتكلمنا فيها. نبدا نشوف عندنا اجراء النشاط، الخطوات بقى بتاعتي همشي ازاي. قال لي اهو، هلصق زرار على كل من المسطره والملعقه والقلم باستخدام ماسور الشمع. يبقى انا دلوقتي عندي هذا الملعقه المعدنيه، هجيبها احط زرار هنا موجود، والشمعه مشتعله، هبدا انزل عليها قطرات من الشمع المنصهر، هيبدا يلتصق الزرار على، وهنا بيكون الزرار على حافه الملعقه الجزء العلوي. تمام. نفس الشيء هكرره مع المسطره ومع القلم الخشب. رقم 2 اهو، يبقى احنا كده زي ما احنا شايفين اهو بنبدا نصهر الايه الزرار الشمع ونلصق الزرار على هذا الايه الارتفاع. ثبت المسطره والملعقه والقلم بحافه الكاس الزجاجي باستخدام الصلصال. يبقى انا هحط الحاجه اللي معايا في الكاس وهاجي على الجانب كده بقطع الصلصال واثبتها فين؟ في الكاس، عشان تفضل ثابته وواقفه مكانها بهذا الشكل زي ما احنا شايفين. ادا كده النشاط اهوت، بنجري التجربه زي ما احنا شايفين بقطعه الصلصال اهو، وادا القلم ثبتناه الناحيه الثانيه، ده فيديو برضو هنا بنوضح التجربه ازاي. ادي الثلاثه عندنا مثبتين بهذا الشكل على حافه الايه الكاس باستخدام الصلصال، وشايفين الزرار اهو ملصوق على، ادي المسطره موجود هنا، ادا الزرار، وادا على القلم والملعقه بهذا الايه الشكل. طيب بعد كده بعمل ايه؟ هصب الماء الساخن في الطبق. هنا احنا هنحط ميه سخنه في الطبق او ماء بيغلي يعني، بس هنا الميه ما توصلش لحافه الطبق الكاس فوق. ليه؟ لان لو الميه وصلت هتعمل ايه في الماده اللي انا لصقت بيها، اللي هو يعتبر اللي احنا ثبتنا بيها الصلصال؟ طبعا الميه هتاثر عليه، فهنا عشان كده بنقول ميه ما توصلش لحافه الايه، عشان ما توصلش للصلصال. ايه اللي انا هلاحظه هنا بقى بعد ما احط الماء الساخن هنا؟ هلاحظه ايه؟ ايه اللي احنا هنلاحظه هنا؟ طبعا انا عندي 3 مواد، الملعقه من المعدن سواء من النحاس او الالومنيوم، المسطره بلاستيك، القلم خشب، دول 3 مواد. ايه اللي هيحصل؟ الميه السخنه دي هتعمل ايه في الثلاث حاجات دول؟ في الخشب وفي البلاستيك والملعقه، ايه اللي هيحصل هنا؟ قال لي هلاحظ ان بينصهر الشمع اللي موجود على الملعقه المعدنيه. بالملعقه المعدنيه الميه هتبدا تسخن الملعقه، تنتقل الحراره فيها وتيجي على ماسور الشمع، فهتعمل ايه هنا؟ هينصهر، وبلاش كلمه يسيح، هينصهر الشمع الموجود. ولما ينصهر الشمع ايه اللي هيحصل؟ هيسقط الزرار اللي كان مثبت على الملعقه. طب الخشب والبلاستيك هل هيحصل حاجه؟ هيفضلوا الاثنين موجودين زي ما هم. طيب دي الملاحظه اللي انا لاحظتها، الملاحظه اللي انا بشوفها بعيني. استنتج ايه من الكلام ده عندنا؟ قال لي طبعا بنستنتج عندنا ان بتختلف المواد في توصيلها للحراره، فهناك مواد جيده التوصيل للحراره مثل الالومنيوم اللي هي الملعقه اللي كانت مصنوعه منها، ومواد رديئه التوصيل للحراره مثل الخشب والبلاستيك. يعني عشان كده ما تاثروش الاثنين؟ ما تاثروش الاثنين والحراره ما انتقلتش. طب هنعرف الكلام ده عندنا. طيب في نشاط تاني عندنا برضو، ادوات النشاط عندنا 4 سيقان من مواد مختلفه، والاربعه متساويه في حاجتين اتنين، في الطول والسمك بتاعها. يعني ايه الطول؟ قال لي يعني طول القلم مثلا، لو الساق ده طوله 10 سم يبقى كلهم 10 سم. السمك بتاعه نفس السمك موجودين، لكن الاختلاف فين؟ ان هم من مواد مختلفه، الومنيوم، خشب، حديد، بلاستيك. دول ال4 مواد الموجودين عندي. لهب هستخدم لهب طبعا في هذا النشاط، وكأس بها ماء. الخطوات عندنا هنضع كأس الماء فوق اللهب، يبقى كده الميه تبدا تسخن. رقم 2 هنضع السيقان الاربعه في الكأس الزجاجي بهذا الشكل. طبعا هنا انا مش هسيب الميه تغلي، ليه؟ لان الميه هتبقى وصلت لدرجه حراره معينه، لا انا عايز الميه تسخن بس. بعد كده هبدا المس طرف كل ساق من السيقان الاربعه زي ما احنا شايفين كده، هاجي من فوق والمس طرف ساق الحديد، ساق الخشب، ساق الالومنيوم، ساق البلاستيك.
اهو هنمسك الالومنيوم من الطرف من فوق، يبقى ايه اللي انا هلاحظه هنا او هشعر بايه؟ هشعر بالسخونه. ليه؟ هنعرف ليه. رقم 2، هكرر الخطوه السابقه مع السقان الاخرى واسجل الملاحظه اللي انا هلاحظه عندنا، ان بحس بالسخونه عند لمس ساق الحديد، وطبعا كان ساق الالومنيوم قبلها، ولا تحس عند لمس ساقي الخشب والبلاستيك. فهنا عرفنا ان الاستنتاج الالومنيوم والحديد مواد جيده التوصيل للحراره او مواد بتوصل الحراره. طب الخشب والبلاستيك مواد لا توصل الحراره، او بقول عليهم مواد رديئه التوصيل للحراره. ده بالنسبه للنشاط. فمن النشاطين الاثنين دول بستنتج ايه عندنا؟ ان المواد بتقسم من حيث درجه توصيل الحراره الى قسمين. اول قسم عندنا بقول عليهم مواد جيده التوصيل للحراره، القسم الثاني هيبقى عكسه بقول عليها مواد رديئه التوصيل للحراره. يبقى المواد الموجودة عندنا قسمناها نوعين، جيدة التوصيل الحرارة ورديئة التوصيل للحرارة. ايه بقى معنى مواد جيدة وايه معنى مواد رديئة؟ مواد جيدة التوصيل الحرارة هي المواد التي تسمح بانتقال الحرارة من خلالها، او تسمح بمرور الحرارة من انتقالها. زي ايه عندنا؟ زي المعادن اللي هي عبارة عن الحديد والنحاس والذهب والالومنيوم والفضة، كل المعادن دي كلها بقول عليها مواد جيدة التوصيل للحرارة. النوع الثاني عندنا مواد رديئة التوصيل الحرارة. يعني ايه مادة رديئة؟ قال لي يعني مواد لا تسمح بمرور او بانتقال الحرارة من خلالها. زي ايه عندنا؟ زي الخشب والبلاستيك والزجاج والورق، دي كلها مواد رديئة التوصيل للحرارة. وطبعا القماش والفلين والمطاط دي كلها ايضا موجودة. ده تعريف المواد جيدة توصيل الحرارة، وده تعريف المواد رديئة التوصيل للحرارة. كل اللي بيزيد ما بين الاثنين او الفرق ما بين الاثنين حرف لا. مواد جيدة تسمح بانتقال الحرارة، مواد رديئة لا تسمح بانتقال الحرارة. شوف اللي هنا الفرق ما بين الاثنين، لا، ده الاختلاف ما بين المصطلحين الاثنين. تطبيقات حياتية بقى، استفدنا من الكلام ده في ايه؟ ما هو كل حاجة لازم يكون لها تطبيق في حياتنا. المعلومة خدناها ازاي نوظف تحديدا في مادة العلوم. ايه اللي استفدنا منه بقى؟ يعني عملوا لنا ايه بالموضوع ده؟ خلاص عرفنا ان في مواد جيدة ومواد رديئة. طيب خلاص كده الموضوع خلص على كده؟ لا، ده احنا استفدنا من الكلام ده في حياتنا. ايه بقى التطبيقات الحياتيه؟ قال لي اول حاجه عندنا في البلدان البارده. البلدان البارده اللي فيها درجه حراره بتكون منخفضه وتصل الى يعني تحت الصفر، وطبعا بيبقى جو برد جدا. الانسان استفاد من ايه؟ قال لي عندنا استفاد من ان الهواء بتاعنا من حكمه ربنا سبحانه وتعالى انه ماده، هل موصله ولا رديئه؟ موصله. طيب لو الهواء بيوصل الحراره ايه اللي كان يحصل؟ لو حريقه قامت بقى كده والكلام ده، الهواء لا مش رديئه التوصيل. طبعا فالهواء انا طالبه مش مركزه انا طالبه مش مركزه لا هو حضرتك بس حبيت تشوفي اولادنا منتبهين ولا لا. تمام. لا انا سمعت في طلبه شطاره بيقولوا لا رديئه رديئه. طبعا احنا يعني بنتوقع الكلام ده مش سامعين، يعني عشان ما حدش يقول ان احنا. فهنا بالنسبه للبلدان البارده عندنا الانسان استفاد من ان الهواء ماده رديئه التوصيل للحراره. عملوا ايه بقى؟ بيصنعوا النوافذ عندهم هناك عباره عن، مش زي عندنا هنا في مصر، النوافذ او النافذه بتاعتهم بتبقى عباره عن لوحين اتنين من الزجاج موجود بينهم هواء. يعني ايه معنى الكلام ده؟ قال لي يعني لو بصينا كده ادا الشباك هيبقى ده لوح ازاز، ولوح الازاز الثاني موجود بهذا الشكل ومحجوز ما بين الاثنين بيبقى هواء. طبعا الكلام ده مقفول من ده عشان الجو عندهم بيختلف عننا ولا؟ طبعا هناك يعني مختلف شويه، زي احنا بنقول بلدان بارده يعني. صحيح. فهنا عباره عن ايه؟ بيعمل زي الصندوق بالظبط كده. لو جبنا اي صندوق عندنا بنلاقي طبعا له اجناب وله وجهين اثنين، فهو الوجهين الاثنين دول عباره عن لوحين زجاج. ايه الهدف من الشكل ده؟ ايه الهدف بقى عندنا؟ اللوحين دول بينهم هواء. الهواء دي ماده ايه؟ رديئه التوصيل للحراره. تمام. فهنا بيعمل ايه عندنا بهذا الشكل؟ بيمنع تسرب الحراره سواء من داخل المنزل الى الخارج او من الخارج الى الداخل. يبقى هنا وجود النوافذ لوحين من الزجاج بينهما هواء، ان الهواء ماده رديئه التوصيل للحراره، فيمنع تسرب حراره المنزل من الداخل الى الخارج او من الخارج الى الداخل. فهنا الهدف زي ما احنا هنشوف كده بالظبط، عندنا الهدف من كده ايه؟ ان يحافظ على درجه حراره المنزل في فصل الشتاء. طبعا هيبقى في دفايات شغاله جوه. فهنا الالواح الزجاجيه دي او النوافذ دي بتحفظ الحراره داخل المنزل زي ما هي، ما تتسربش الحراره، وبالتالي مش هيكلف تكاليف ان الدفايه شغاله على طول او الكلام ده. صحيح. وفي الصيف بقى العكس، الحراره اللي بره مش هتنفذ الى الداخل. يعني شوف هنا طبعا في الشتاء
بيمنع تسرب حرارة المنزل للخارج، وفي الصيف بيمنع تسرب حرارة الخارج إلى الداخل. يبقى جهاز التكييف شغال جوه والحرارة بره مولعة جدا. هنا ده عزل الحرارة أو منع الحرارة إنها تنتقل في الاتجاهين الاثنين. رقم اتنين، يبقى هنا المسافة اللي موجودة بين لوحين الزجاج بتعمل على احتفاظ هواء المنزل بحرارته وعدم تسربها إلى الخارج. زي ما احنا شايفين عندنا أدى النافذة أهو، طبعا ده الإطار بتاعها، وهنا في لوحين اتنين من الزجاج. هل ده كده؟ قال لي لا، ده في حاجه تانية عندنا. طبعا بنشوفها كده ماما لما بتبقى معانا اخونا الصغير او طالعين رحله، فبناخد معانا حاجه اسمها ترمس الشاي. تمام. الترمس ده عباره عن ايه؟ عباره عن بيبقى زي ما احنا شايفين هيكل معدني من الخارج، لكن من الداخل بيبقى عباره عن زجاج او بيبقى تجويف من الزجاج، وبيبقى عباره عن طبقتين اتنين وبينهم ماده عازله. الترمس ده وظيفته ايه؟ بيحفظ درجه الحراره الى اطول فتره ممكنه، بيحتفظ درجه الحراره فتره طويله يعني تصل الى عده ساعات، فالميه بتفضل ميه سخنة او درجه حرارتها فتره طويله. ده برضو بيعتمد على ايه؟ على لوحين الزجاج وبينهم ماده رديئه التوصيل للحراره. فهنا دي برضو حاجه من التطبيقات الحياتيه اللي موجوده عندنا. هل المعادن كلها، احنا اتفقنا بقى ان عندنا المعادن اللي هي الحديد والنحاس والذهب والالومنيوم والفضه، ونشتغل كده كلها مواد جيده التوصيل للحراره. طيب هل درجه توصيلها للحراره واحده، ولا بتختلف هي نفسها ما بينها وبين بعضها في توصيلها للحراره؟ زيها زي البني ادمين. هل البني ادمين الانسان كله حاجه واحده؟ في اختلاف. لا، في اختلاف. فطبعا هنا عندنا بتختلف هذه المعادن في درجه توصيلها للحراره. طبعا الكلام ده عندنا فيه تجربه. الادوات حاملين معدنيين، دبابيس مكتب رقم 3 شمع، رقم 4 لهب، رقم 5 ساعة ايقاف. يبقى هنا معايا ستوب ووتش محتاجها. ثلاث سيقان معدنيه متساويه في الطول والسمك، واحد من الحديد والتاني من النحاس والثالث من الالومنيوم. يبقى انا عندي هنا ثلاث مواد مختلفه، الثلاث سيقان توائم، لكن الاختلاف في ايه؟ في نوع الماده المصنوع منها كل واحد. بهذا الشكل الموجود عندنا، ادي الحامل الاولاني، ادي اللهب، ده ساق الالومنيوم، ده النحاس، ده الحديد، الثلاثه مع بعض. وهنا اللهب موجه على احد الاطراف، وعلى الطرف الثاني مثبتين دبوس او المكتب باستخدام ماسور الشمع. وعند ستوب ووتش ببدا مع بدايه التجربه، هبدا اشغل الستوب ووتش واحسب الزمن اللي بيسقط فيه الدبوس من على كل ساق من السيقان الثلاثه. الخطوات عندنا، هضع دبوس المكتب على طرف كل ساق من السيقان الثلاثه، بشعل الشمع، وضع بضع نقاط من الشمع المنصهر عشان اثبت الدبابيس، هضع السيقان الثلاثة على الحاملين المعدنيين، ضع أطراف السيقان الثلاثة التي لا تحتوي على الدبابيس فوق مصدر اللهب، واحسب الزمن اللازم لسقوط دبابيس المكتب من كل ساق ودونها بالجدول. طبعا هنا أدي الساق المعدنية، زمن سقوط الدبوس، ساق الألمونيوم، ساق الحديد، ساق النحاس. الثلاثة موجودين عندنا. طبعا التجربة دي أنا هستخدم لهب، فلازم بقى يكون والدي موجود عشان معايا في التجربة. أو ممكن استخدم شمعة، وبرضه زي ما قلنا لازم يبقى حد كبير موجود معانا عشان في احتياطات للتجارب. ايه اللي انا هستنتجه؟ طبعا المفروض في زمن بيتكتب، انا بحسب الزمن وابدا اسجل الزمن بتاع كل مادة موجودة. الاستنتاج عندي، تختلف المعادن في درجة توصيلها للحرارة، النحاس هو اسرع المعادن في توصيل الحرارة، بيالي النحاس الالومنيوم ثم الحديد. يبقى اسرع المعادن توصيلا للحرارة هو النحاس، بيليه الالومنيوم، ويليه الحديد. معايا حضرتك كده؟ تمام. يبقى لو انا عايز اصنع مثلا ماده بتوصل حراره سريعه، هستخدم ايه؟ الحديد. اسرع ماده بتوصل النحاس. النحاس، يبقى هستخدم النحاس. طيب النحاس عندنا زمان الجدود كانوا الاواني الطهي بتاعتهم كانت من النحاس. بس كان بيحصل مشكله في الاواني الطهي المصنوعه من النحاس، كان بيحصل لها حاجه اسمها صدأ النحاس، او بيقولوا عليه النحاس زنجر، يعني بيتكون عليه طبقه خضراء، دي كانت ماده سامه. فبتؤثر على صحه الانسان. فهنا ايه اللي حصل؟ طبعا هنا استبعدناها واستبدلناها بالالومنيوم. بالالومنيوم، وفي سبيكه بقى اللي هو بنقول عليه الصلب الذي لا يصدأ، او بنقول عليها لفظ ستانلس ستيل. تمام. يبقى هنا في حديد، وفي حاجه اسمها حديد مقاوم للصدأ، اللي هو بنقول عليه ستانلس ستيل. ده عباره عن سبيكه بتصنع من مجموعه معادن، وطبعا الحديد هنا بيكون مطلب طبقه، بحيث ان الطبقه دي لا تتعرض للصدأ او التآكل، بعكس الحديد او معدن الحديد العادي. يبقى هنا بتصنع اواني الطهي من الالومنيوم او الصلب المقاوم للصدأ. ليه؟ لانها مواد جيده التوصيل للحراره. تمام. طيب عندنا بقى قضايا حياتيه او مشاكل او حاجات زي كده، فلازم نشوف لها حل. فهنا
نتيجة سريان الحرارة بالمعادن بيقول لي بيحصل لها تمدد. أي معدن لما يتعرض للحرارة بيتمدد، وهنا التمدد بيكون نوعين اتنين، في تمدد طولي يبقى الطول بيزيد، وفي تمدد حجمي لو عند كتلة معينة. تمدد حجمي يبقى الحجم بيزيد، تمدد طولي يبقى الطول بيزيد. هما طبعا مش مطالبين بالكلام ده، بس احنا حابين نوضح المعلومة موجودة عندنا. طيب ايه اللي بيحصل عندنا؟ قال لي لو بصينا كده عندنا حاجات موجودة عندنا، لو بصينا على قضبان السكك الحديدية، الطريق اللي القطر بيمشي فيه او المترو بيمشي فيه، المترو بيمشي على ايه؟ او القطر بيمشي على قضبان. قضبان بهذا الشكل، بيكون خطين مصنوعين من الحديد بالشكل ده، وده قباله الناحية التانية، وبيكون بينهم حاجات بتربط القضبان ببعضها عشان ما تتحركش او تبعد. وبيجي عند مسافة معينة كده بنلاقي فيه مسافة موجودة ما بين القضبان وبعضها، وطبعا مسافات محسوبة، بيبقى محسوب طولها قد ايه المسافة دي بالشكل ده. يبقى اول تطبيق حياتي او اول مشكلة عشان حتة تمدد المعادن بالحرارة عندنا وانكماشها بالبرودة، زي ما تتمدد بالحرارة بتنكمش بالبرودة. بيقول لي تترك مسافات محسوبة بين قضبان السكك الحديدية. ليه هنا بيسيبوا هما المسافات المحسوبة دي؟ ممكن تبقى سنتي نص سنتي كده، كل مسافة القضيب بينتهي بيبقى فيه الفراغ ده موجود، وهنشوف صورة ليه دلوقتي. ليه؟ ايه السبب اللي موجود عندي هنا؟ احنا اتفقنا عندنا ان المعادن لما بتتعرض للحرارة بتتمدد. تمام. طب لو مش موجود الاجزاء اللي موجودة عندي دي، ايه اللي هيحصل عندنا؟ لو بصينا كده قال لي هلاقيه بالشكل ده كده، ده لما يتمدد طوله هيزيد، في حاجة من اتنين، يا اما ينحني لأعلى يبقى بهذا الشكل، او ينحني لأسفل ويبقى بالشكل ده كده. هل القطر يقدر يسير على قضبان بهذا الشكل؟ بالتأكيد لا. طب لو قطر مشى عليهم ايه اللي هيحصل؟ يعني هيحصل حاجات كتير قوي، تحدث حوادث وتبقى فيها مشاكل والكلام ده كله. فهنا ليه مش بقى هيمشي اصلا، مش هيلحق بقى. ممكن هو لو مشى على القضبان بالشكل ده هيتقلب القطر، طبعا الناس اللي فيه لو اتقلب هيحصل مشاكل وتحصل اخطار واضرار كتيره، فهدي مشكله. فهنا عالجنا المشكله بايه بقى؟ العلماء قالوا طبعا عشان القضبان دي بتتمدد، ومقدار التمدد بتاعها يعني نص سنتي او سنتي، فبتترك هذه المسافات، عشان كده بيقولوا مسافات محسوبه. مش يعني بسيب مسافه 10 سنتي او لا، ده مسافات محسوبه بدقه معينه لها قياسات. ايه السبب هنا؟ حتى لا يؤدي تمددها صيفا، يبقى الكلام ده بيحصل في فصل الصيف مع ارتفاع درجه الحراره، يبقى هنا حتى لا يؤدي تمددها صيفا الى انحنائها. يعني ممكن تتمدد خلال فصل الصيف نتيجه الحراره ارتفاع المرتفعه. الحراره في الشتاء مش هيبقى في انكماش. تمام. فهنا حتى لا يؤدي تمددها صيفا، في فصل تمددها صيفا الى انحنائها، فتعطل سير القطارات عليها وتؤدي الى حدوث او وقوع الحوادث. او هنا بيقول لي حتى لا يحدث لها التواء عند تمددها، وبذلك نتجنب وقوع حوادث القطارات. سواء كده قلت كده او سواء قلت كده، الكلام يعتبر صحيح. تمام. ده اول حاجه عندنا. لو بصينا هنا عندنا اهو، ادي الاجزاء اللي احنا بنتكلم فيها. لو قربنا شويه بهذا الشكل او بصينا كده، هذا القضيب اللي بيمشي عليه، دي عجلات القطار، وهنا في فراغ او في مسافه موجوده ما بين القضيب والقضيب الثاني، اللي هي موجوده بهذا الشكل، بتبقى موجوده هنا اهو بهذا الشكل. رقم اتنين عندنا، ادي القضبان برضو موجودة، وده اللي بيربط ما بين القضبان بتاعتي. يبقى رقم اتنين عندنا بنشوفها برضو، تترك مسافات محسوبة بين فواصل الكباري المعدنية. لو بصينا كده ده عبارة عن كوبري اهو زي ما موجود، الكوبري ده بيبقى عبارة عن اجزاء حديدية بتركب مع بعضها. ادي اهو شايفين الكوبري منظره النهائي، ادي جزء من الكوبري وفي اجزاء من الحديد مش موجودة، وهنا ادي جزء اهو، وده جزء تاني، والجزء التالت لسه بيركبوه بهذا الشكل. ايه بقى ليه بنسيب المسافات الموجوده بين الفواصل؟ حتى احنا بنلاحظها على كوبري اكتوبر او الكباري المعدنيه، بيبقى في فواصل معدنيه بين اجزاء الكباري وبعضها، وبعضها صحيح. ممكن بيكون عامله زي الايه، زي ايديه كده ما بتدخل في بعضها. ليه بتترك او ليه موجوده الاجزاء دي كده بتبقى معدنيه ما بنلزقهاش في بعضها؟ قال لي ليه؟ عشان تسمح لها بالتمدد والانكماش. يبقى فصل الصيف هيحصل الفواصل دي تتمدد، تقوم طولها يزيد تدخل في هذه المسافه. فصل الشتاء بتنكمش تقوم ترجع بهذا الشكل. طب لو مش موجوده ايه اللي هيحصل؟ هذا الطريق ماشي، فصل الصيف يتمدد، يبقى يا اما يطلع لفوق يا اما ينحني لاسفل، فهنا هيحصل مشاكل للعربيات اللي ماشيه، وطبعا هتبقى مطبات، وممكن يحصل اضرار في الكباري. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة اهو، زي ما احنا شايفين الكباري هنا، ادي الاجزاء المعدنيه كمان اللي بتركب عليها اجزاء الكباري من تحت، دي طبعا ما بتتمدد فالطول بيزيد او بتنكمش فالطول بيقل.
كمان لما بنيجي نركب ونمد اسلاك الكهرباء او اسلاك التليفونات زمانا، يعني كانت دايما الاسلاك دي كلها على الاعمده، صحيح. فلما بيجي يركبوا الاسلاك دي بيراعى الا تكون مشدوده. يعني ايه هنا؟ دايما بيكون في مسافه او السلك مرخل تحت. ليه بقى بيسيبوه مرخل تحت او نازل لتحت ما بين العمودين الاثنين؟ بيبقى بالشكل ده كده اهو، لو حبينا نشوفها على الورقه، لو قلنا ده العمود الاول وهنا ده العمود الثاني، لما يجي يركبوا السلك بينهم بيبقى بالشكل ده. ايه السبب عندنا هنا؟ طب لو جم ركبوا السلك بالشكل ده، خلوه كده، شدوه كده جامد، يحصل ايه هنا بقى عندنا؟ قال لي احنا قلنا المعادن تتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده، فيجي فصل الشتاء نتيجه لانخفاض درجه الحراره يحصل ايه للمعدن؟ ينكمش، ينكمش، طوله يقل، لما طوله يقل يقوم يشد بعض، يقوم يحصل ايه للسلك؟ يتقطع. يتقطع. لكن هنا لما ده كده انا مدي فيه طول زياده، لما يبدا ينكمش يقوم يبدا يطلع لي بهذا الشكل، يوصل هنا للارتفاع ده كده. يبقى هنا ده برضو حاجه من ضمن الحاجات التطبيقات الموجوده عندنا. يبقى حتى لا يؤدي انكماشها شتاء الى قطع، ادي اسلاك الكهرباء بتكون بهذا الشكل، شديناها يبقى هنيجي فصل الشتاء مش هنلاقي كهرباء في البيت، ليه؟ تمام. السلوك كلها هتتقطع. يعني بدل ما نبلغ بقى ونعمل الكلام ده نبقى احنا عارفين. لا، هما طبعا عامة الناس لما بيجي يركبوا لازم بيراعوا النقطة الموجودة دي عندهم. ما يجب مراعاته أثناء التركيبات. أثناء التركيب. طبعا عندنا بدأنا نستخدم الكابلات الأرضية، الكابلات المعزولة، فما تمام. يعني الأسلاك الموجودة ده عندنا. نيجي عندنا حاجة مهمة جدا والستات كلها كتير، يعني ممكن تلاقي ماما موجودة، برطمان الصلصة أو برطمان المربى أو الكلام ده حاطاه في التلاجة، عايزة نعمل سندوتش، فماما تيجي تفتح أحيانا ما تعرفش تفتح الإيه. مش ماما كلنا كده، يعني ما هنقول كلنا يعني في البيت او كلام، كلنا بنحب ناكل مربى، فلما نيجي فطبيعي. نفتح الغطا بيبقى صعب جدا، مش عارفين نفتحه وماسك جامد، طب نعمل ايه؟ بنكسر هو البرطمان. بيكون شديد البرودة في الحالة دي، هو ده السبب الرئيسي. هو نتيجة اللي احنا قلنا دلوقتي الغطا معدني، تمام، فالمعدن ده محطوط في تلاجة، صحيح، فمتعرض لدرجات حرارة منخفضة، فبيحصل له ايه؟ بينكمش، فهنا ماسك فين؟ في البرطمان. طب احنا عايزين نفتح مش عارفين نفتح، ونيجي بقى طب خد يا مش عارف يا مين، طب خد مين، طب افتح، طب جرب، حضرتك بتقول اللي ونلففه، بيحصل بالظبط. ونلففه على العيله كده ونبدا نشوف، طب مش عارفين. فهنا حلها بسيط جدا. ايه الحل عندي؟ زي ما هو كده ماسك ومكلبش مش عايز يفتح، كل العمليه كلها حاجه بسيطه، هاخد البرطمان ده وافتح الميه السخنه واحطها على الغطاء اللي موجود عندي. ميه سخنه نازله على غطاء معدني، هيحصل له ايه؟ هترتفع درجه الحراره، يقوم يتمدد، يقوم سهل ان انا افتحه. يبقى هنا اذا تعذر عليك فتح الغطاء المعدني للزجاجات، اعمل ايه هنا؟ اصب على الغطاء المعدني ماء ساخن، هيتمدد الغطاء، لما يتمدد حجمه هيزيد، يقوم يسهل الفتح بتاعه. حتى لو كانت بكبسوله الفتح اللي هي برضو ما بتفتحش وقت ما بيكون في الثلاجه. فهنا ممكن الماء هيحصل ايه؟ اهو زي ما احنا شايفين كده، ده البرطمان او الزجاجه والغطاء المعدني بتاعها، فهنا هتبدا تتمدد، يقوم تبعد عن الحلقه بتاعتها، يقوم سهل ايه؟ الفتح. حاجة زمان كانت موجودة ويعني لسه موجودة في القرى والأرياف والفلاحين. لا، وما زالت موجودة حتى بكبسولة الفتح، لو دخل التلاجة وبيخرج برضه ما بيتفتحش نتيجة لدرجة الحرارة، البرودة، درجة الانخفاض، فهنا حصل انكماش. صحيح. لو بصينا كده يمكن عندنا العربات الكارو أو الحنطور أو الحاجات دي كلها، إزاي؟ طبعا ده الإطار بتاعها أو العجلة بتاعتها معدنية، فلازم يتم تركيب قطع من الكاوتش أو قطع من على الإطار عشان ما يبدأش ياكل في الأسفلت أو في الطريق. تمام. فازاي بيركبوا الحاجات اللي موجوده عندنا ديت؟ طبعا بياخدوا الحلقه ديت بيعملوا فيها ايه عندنا؟ بياخدوها ويحطوها في النار، فيحصل لها عمليه ايه هنا؟ تتمدد ويزداد تمام. حجمها. بعد كده بيتم تركيب الايه؟ الجزء الاطار الموجود عليها، بيحطوها في النار، بيبدا تنكمش، فتمسك فين؟ يعني عشان يركب الحلقه المعدنيه دي على الاطار الخشب، هي العجله بتبقى مصنوعه من الخشب، عايز يركب لها اطار معدني من بره، فالاطار ده ازاي يركبه على الخشب؟ وعشان الاطار ده يمسك في الخشب ما يفكش منها، فبيعملوا ايه؟ بياخدوا الاطار ده يحطوه في النار، فالاطار يتمدد بقى حجمه اكبر من حجم مين؟ العجل الموجوده المصنوعه من الخشب، فيركبوا عليها. بعد ما يركبوا ياخدوا يحطوا في الميه الماء البارد، يحصل له ايه هنا؟ هينكمش، يقوم حجمه يقل، يقوم يمسك فين؟ في العجله بهذا الشكل ده اللي احنا شايفينه، او ما يسمى زي ما قلنا العربة الحنطور الموجوده بيتم تركيبها بهذا الشكل. تمام. المواد الموصله مواد رديئه لها استخدامات كثيره، منها لو بصينا بقى عندنا المطبخ هلاقي اواني الطهي كلها تصنع من مواد جيده التوصيل للحراره زي الالومنيوم والصلب المقاوم للصدأ. ليه؟ لانها مواد جيده التوصيل للحراره. طب تمام. الايدين بتاعتها اللي انا عايز اشيلها هصنعها منين؟
الايد بتاعت الحله او ايد الغلايه او الكلام ده مصنوعه من، حضرتك بتخش المطبخ الايدين كلها مصنوعه منين؟ يعني هي من ماده كده الخشب بس مش عارفه. او من الخشب او البلاستيك. ليه؟ لانها مواد رديئه التوصيل للحراره، فسهل ان انا لما بعد الحله حطينا فيها الاكل استوى عايز اشيلها، فهشيلها منين؟ من الايدين من غير ما ايدي. بس برضو يعني احيانا بتعمل لسعات حتى لو دي من خشب اللسعات او دي بقى لما يبقى اللهب زياده قوي وواصل ليه، حتى احيانا بتحترق الايد نتيجه ونشم رائحه الايه صحيح، الاحتراق. او احيانا كمان بنشم رائحه الماده نفسها اللي ما بتكون هي مغلف. الماده دي لان هي تعتبر يعني نتيجه احتراقها او نتيجه انها وصلت للنار فبتحترق وتبدا صحيح تتفتت، صحيح. فطبعا دي مشكله ونشم ريحه وحشه جدا طبعا نتيجه الاحتراق والكلام. حتى ماما لما تيجي تستخدم قطعه من القماش، المفروض قطعه القماش تكون قطن، ما تكونش الياف صناعيه، لان الالياف الصناعيه طبعا مجرد ما بتعرض الحراره تنكمش. رقم اتنين، ما تكونش مبلله بالميه، تمام لان لو مبلله بالميه الحراره توصل لايدي بسرعه. صحيح فدايما قطعه القماش، ولذلك طبعا عندنا احيانا بنستخدم اللي لما بنيجي الحاجات الجوانتي. الفرن الجوانتي صحيح عشان يحمينا من صحيح. الكلام ده. لسه معانا يعني معلومات خاصة بدرس الحرارة. حاجات بسيطة يعني طبعا هنا بستخدم بقى الخشب والبلاستيك بس لانها مواد رديئة التوصيل للحرارة زي ما احنا شايفين. برضو يد المكواة بتكون مصنوعة من البلاستيك لانها مواد رديئة التوصيل للحرارة. اخر حاجة عندنا في فصل الشتاء طبعا الجو برد، فكلنا بنستخدم ملابس صوفيه صحيح ثقيله وبالطو تقيل، وطبعا زمان كان في حاجه اسمها الصوف العسكري، وتلاقي الراجل اللي موجود موجود من زمان يعني هنقول موجود. يعني موجود. رقم اتنين، بنتغطى دايما 500 بطانيه. يعني هي طبعا على حسب بقى كل شخص تعوده، فبنستخدم الاغطيه الثقيله والملابس الصوفيه في فصل الشتاء. ليه؟ لان الصوف ماده رديئه التوصيل للحراره فتمنع تسرب حراره اجسامنا. احنا قلنا ان درجه حراره 37، فلا دايما هتلاقي حتى لابس طاقيه ومقفل وقافل لغايه هنا. ليه؟ عشان يمنع تسرب حراره اجسامنا للهواء وبالتالي نشعر بالدفء. والهواء طبعا مستني ياخد اي درجه فأحسن حراره. فاحسن لابسين جوانتيات ومش عارف ايه ولابسين. فهنا الهدف من الملابس الصوفيه الثقيله والاغطيه الثقيله لانها مواد رديئه التوصيل للحراره فتحفظ درجة حرارة أجسامنا وتمنع تسربها وبالتالي نشعر بالدفء. تمام، لسه هنكمل أستاذ عادل في حلقات قادمة في الفترة الجاية بإذن الله عن الوحدة الثانية، وهنكمل عن درس الحرارة ولا هنبتدي درس تاني؟ ما هو احنا الوحدة كلها خاصة بالحرارة. بالحرارة، فطبعا المرة الجاية ممكن نستخدم يعني ناخد شرح قياس درجة الحرارة وناخد أسئلة على الدرس بتاعنا النهاردة وناخد مراجعة على الحرارة. بالتأكيد أستاذ عادل الحفناوي خبير مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم، شرفتنا ونورتنا، ويمكن أنا استفدت وأكيد كل اللي تابعونا النهاردة استفادوا كتير من وجود حضرتك وشرحك لوحدة الثانية درس الحرارة. شكرا ليك يا مستر. شكرا يا فندم. مشاهدينا بكده تكون انتهت حلقتنا من مدرسة على الهواء، انتظرونا في حلقات قادمة. شكرا ليكم وإلى اللقاء.